اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الأولاد بياكلوا شاورما بره. ماما عايزة شاورما من بره. بابي وأنت جاي جيب لي معاك شاورما من بره. أنا هعلمك النهاردة تعملي شاورمة الدجاج زي ما بتاكلها بره بالظبط. الخيار المخلل في قلبيها، البطاطس المقلية، الشاورما معمولة على أصولها بالحبان والتوابل، وسندوتش شاورما واخد البصمة. إيه البصمة؟ الأولاد بيحبوا الخطوط والتفاصيل بتاعة السندوتش بعد ما بيتعمل، إخواننا المتخصصين يعني بيحطوه كده ويبقى واخد بصمة حلوة وواخد من الدهون بتاعة الشاورما. تفاصيل كده في عمل الشاورما هنشوفها مع بعض، نعملها زي سندوتشات بطريقة سهلة وبسيطة. معايا سلطة مشهورة جدا في بعض المطاعم اسمها الروس سلاط أو سلطة الخضار بالمايونيز. احنا ملناش دعوة بالمسمى العلمي بتاعها، أنا يهمني القيمة الغذائية. سلطة الخضار المشكل بالمايونيز فيها بروتين حيواني، فيها نشويات، كربوهيدرات، بسلة للسيدات الحوامل، يعني مهما اتكلم عنها كلها على بعضها كده نستفيد منها. هنعملها النهاردة بتركية لطيفة وجميلة، نشوف نعملها ازاي تبقى تاكلها أحسن من اللي موجودة بره. معانا كمان بأمانة علشان جو الحر والصيف احنا لنا موعد مع الايس كريم. الايس كريم احنا اتفقنا مع بعض ممكن نعمل كل انواع الفواكه ايس كريم. عملنا البطيخ وعملنا الكنتالوب. مطلوب مني على السوشيال ميديا اعمل ايس كريم الكيوي بالنعناع. حلو عجبني انا بقى. الكيوي فيه مزازه وفيه حامض شويه، انا مش بحب اكله، لازم احط عليه عسل. لما اكله ايس كريم بالنعناع اكيد فيه تفاصيل. هستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل ايس كريم بكل انواع الفواكه اللي موجوده عندنا في ايام الصيف وايام الحر، وسندوتش شاورما لطيف وجميل ولادك هيحبوا ياكلوه دايما من ايدك يا مامي احسن مليون مره من بتاع بره. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ايه قصه عمل سندوتش شاورما بتفاصيله. احنا عندنا كده يعني هوجه في البيت والكلام ده في كل بيوتنا، يعني ماما عايز شاورما من بره. يا ابن الناس يا حبيبي يا حبيب قلب ماما، ايه الفرق بين سندوتش شاورما اللي بره واللي انا بعمله لك هو عايزه من بره؟ ليه؟ بيبقى ليه تفاصيل بصراحه يعني، ملفوف في ورقه بعد ما خلصت وعلى اسم المحل وحاجات كده بتلفت النظر. انا دوري ان انا اعمل لك الشاورما النهارده ومقاديرها على الشاشه. معانا وراك الفراخ، ركزي في الكلام مش صدور. بص بقى الموضوع هنا بقى من بدأنا القصة اهو، الجواب باين من عنوانه. وراك الفراخ مخلية مفيش صدور، ما انت عايزة طعم بره. ومعانا خيار مخلل ومعانا توم ومعانا زبادي ومعانا شوية البهارات من الخل والحبان والفلفل وطبعا عصرة ليمون. تعالوا شوفوا نعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. حلو الكلام؟ انا بدأت الحدوتة بإيه؟ بان الشاورما افخاد الفراخ دي على اصولها. صدر الفراخ ما بحبوش في الشاورما، بيبقى صعب المضغ ملوش طعم. حلو الكلام؟ يعني يا شيف مغازل لما اجي اعمل شاورما اعمل الافخاد اطيب بكتير واحسن. خلي بالك حتى شيش طاووق لما تيجي تعمليه بتعملي الافخاد تبقى احلى واحسن بكتير. جيبوا لي مناديل يا شباب بعد اذنكم. هناخد الافخاد دي كده بعد ما بتتخلي بالشكل دي كده. انا احبها قوي في شيش طاووق، واحبها مشويه كده بزيت وليمون يا ويلي، وزبده كده في الاخر حكايه. دي اللي في خد سكينه حاميه، شوف بقى سكينه حاميه ونقطعها بقى ايه. حلو، بسم الله تتقطع الفراخ اهو، ده مخلي جاهز اهوت. اتجاه التقطيع مش كده، ده بعد ما تستوي هتلاقيها اتقطعت معاك وبقت بسله. لا التقطيع كده اهو. التقطيع دي مطلوب اهو. شفتي اهو باولها اهو بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده نفس القصه. ده مهم جدا تقطيعة الفراخ للشاورما، مهم لان انا مش هعملها على سيخ شاورما، ده انا هعملها في طاسه وهتستوي في الطاسه. ولازم الطاسه اللي تساوي فيها الشاورما تبقى جيده الصنع. يعني ايه يا شيف؟ يعني اعملها مخصوص؟ لا لا لا، لما بقول جيده الصنع بدون مسميات يعني تجيب المعدن يكون سميك. لما يكون المعدن سميك وزهر
بيحتفظ بدرجة الحرارة بتاعة النار اللي بتشتغل بيها سواء غاز أو كهرباء، فده بيساعد على تسوية الأكل دون، خدي تحت كلمة دون دي خط بناء للصين، دون أن نفقد جزء كبير من السوائل بتاعتها. يا سلام عليك يا شيف، إيه ده؟ ده إنجليزي يا مرسي؟ آه، يعني الفراخ فيها سائل، فيها جوسي، ما ينفعش أسوي حتة برجر وبعد ما تستوى لها سفنجة ما فيهاش طعم، فلازم المعدن لما يكون ظاهر وسميك ده اللحمة تستوي بطريقة حلوة ولطيفة. هنعمل دلوقتي المرينيه بتاع تتبيلة الشاورما. ألف باء، المرينيه بتاع تتبيلة الشاورما. واحنا مع بعض كده اهو. زبادي. فين الزبادي؟ اه ده زبادي. حلو؟ ده زبادي، هنحط على الزبادي ده توم. حلو قوي. زبادي وتوم وعصير ليمون. حلو قوي. وخل. واختاري نوعية خل جيدة يا أمي، لأن يعني الخل ممكن يبوظ لك الأكلة كلها، خل في السوق بالذات. طب أعرفه إزاي يا مغازي؟ ما تجيبش الخل اللي ريحته قوية جدا، خلي بالك هيكرهك في الأكل. فلفل أسود، شوية كركم، الملح بتاعنا، حبهان ناعم، لازم حبهان ناعم، وشوية قرنفل، يا ويلي، حبهان ناعم وشوية قرنفل. قرنفل قرنفل مضروب في الخلاط، وشوية بهارات كده، بابريكا، شوية كركم. دي التوابل بتاعت الشاورما اللي على الأصل. هي بتروح عند العطار تقول له توابل شاورما، مش بحب الجو ده، أنت اعملها من إيدك أنت. وزيت. حلو الكلام؟ وزيت. زيت في الشاورما احنا مش بنعمل بانيه. أنا دايماً بقول قاعدة عريضة، أي بانيه بتعمليه اوعى تحط مادة دهنية، بانيه يعني يتقلي في الزيت بعد ما ياخد بقسماط التوبنج بتاعه، أما الشاورما بتاخد زيت عادي. هناخد الخليط ده كله مع بعضه ونقلبه. شفت اللون الحلو ده كده؟ نقف محطة هنا. لو هتعملي شاورمة لحمة حط قرفة ناعمة. شاورمة فراخ حط كاري أو كركم. تاني المعلومة دي. لو هتعملي شاورمة لحمة حط قرفة ناعمة. لأن القرفة بتشيل الزفارة بتاعت اللحم والريحة بتاعتها اللي مش بنحبها في وسط الشاورما. لو هتعملي شاورمة فراخ أنا حطيت كركم وكاري. ده المرينيه بتاع تتبيلة الشاورما. هناخد الفراخ دي كده. المفروض إن بعد ما نتبل الفراخ تقعد في التلاجة ساعتين زمن. تقعد في التلاجة ساعتين زمن، ده المفروض عشان نبقوا عارفين قواعد العمل بتاعتنا. تقعد في التلاجة ساعتين زمن، يعني ما نتبلهاش وكده على طول. بس في طريقة تانية الشيف المغازي هيعلمك إياها أو هنتعلمها مع بعض، إن إزاي أخلي الشاورما تشرب التتبيلة دي. هي دي الشطارة. طاسة شديدة الحرارة على النار. أخبارك يا طاسة إيه؟ هو ده. حلو الكلام؟ هعلمك أنا بقى إن الشاورما تاخد الطعم بتاع التتبيلة. هتعمل ايه يعني يا مغازي؟ هو ده الكلام. هنحط الشاورما تتحمر، ومن وقت للتاني كل ما تعطش عطشان يا سمراني اسقيها من المرينيه اللي انا متبل فيه. طبعا اللي بيعملها على السيخ ما بيعملش كده، هو بيشكها في السيخ وبيسيبها تستوي على هبو النار، انما انت بتعملها في طاسه فالموضوع يختلف، فانت عايزه تعمليها وما عندكيش وقت. الله، ناخدها كده نصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس القصة. تفاصيل عمل سندوتشات شاورما أحسن من بتاعة بره. أنا مش هقول زي بتاعة بره، أحسن من بتاعة ولادك اللي بياكلوها بره. نعم. لا أعملها لك في عيش زي نفسه، بتاع إخواننا السوريين. عارف انك بتحب تاكل انت السندوتشات بره. ماشي يا عم مصطفى. عايز في عيش فينو؟ ما تبقاش شاورما، ده سندوتش فراخ بقى. في سندوتش عيش فينو شاورما يعني، بس انا مش بحبه، بحبها في العيش ده. ده العيش بتاع الشاورما. حاضر. انت يعني بس اللي فاكر. ده العيش بتاع الشاورما. ده الخبز ده له مسميات كتيرة. في دول الشام يسموه خبز ايه؟
مرجوج او خبز صاج. في السعوديه يسموه خبز بر لانه معمول بديل البر اللي هو الديل الاسمر. في الاردن يسموه خبز الشراك. ده بتاع سندوتشات الشاورما والطعميه اللي احنا بنشوفها موجوده بره. حلو الكلام، هنشتغل مع بعض. نجهز الخيار المخلل. انا بيعجبني الخيار المخلل جوه الساندوتش، ويعجبني المايونيز جوه الساندوتش، ويعجبني البطاطا المقليه جوه الساندوتش. جيبوا لي بطاطا. البطاطا البطاطا يا عيني يا البطاطا، روح رجع البطاطا وهات لي شوكولاتة. الخيار قطع ايه؟ لا 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 يا راجل، دي تعديني برضه. الله انت ابن حلال. طبعا مش لا السكينه ولا البلانش، قطعنا عليهم فراخ، ما ينفعش نقطع عليهم بقى خضار خالص. سكينه جديده وبلانشه جديده. خلي بالك دي من الاخطاء الشائعه، سكينه جديده وبلانشه جديده. هناخد الخيار ده كده، تقطع بشكل طولي. المرينيتي هنا نحطه هنا. ايه ده، معايا مخرج خواجه. ايه ده ايه ده، هو ده. شفت بقى ازاي؟ هو ده، كل ما تشرب كل ما تعطش نسقيها. ادي الخيار. انا احب بقى الخيار بتفاصيله متقطع رفيع او في قلب الساندوتش. يعني في حاجات كده يا اخوانا لازم ان احنا نشوف قواعدها. يعني ما الاقيش الساندوتش الشاورما فيه حته خياره تخينه، فجاه تلاقي حاجه كده زلطه تحت اسناني. الخياره بقى تيجي مع الطراوه بتاعت الشاورما لا، لازم الخيار تقطع كده بالشكل ده كده. ده الشغل بقى اللي على الاصول. والبطاطس تبقى متقطعه رفيعه. المزمبلاز بتاع سندوتش الشاورما اصعب من تسويته، تسويه الفراخ نفسها. اللي هو الخيار، البطاطس. ودي كمان. زي ما انا شغال كده دول كفايه. حلو قوي. معانا برضو طماطميه حلوه، انا بحب الطماطم في قلب الشاورما. طالما هنحط طماطم بنشيل قلبها عشان باش الساندوتش مصيص. شوف الحاجات دي بتفرق بقى. بطاطس، طماطم، خيار مخلل، كتر المايونيز يا حاج حبيبي، ربنا يكرمك. ده طماطم اهيت، قطع كده برضو بشكل طولي، ده مهم. حلو، ده الخيار وده الطماطم كده زي الفل. شيل دول مش عايزهم، فل. تمام. عندي كمان ايه؟ نعمين. حلو، عايزين نقطع البطاطس بقى نحطها في قلب الايه، الزيت تتحمر شويه. تاني شربها تاني كده. بص بص، اه واحنا مع بعض تقوم تشرب الشاورما المارينيتد بتاع الايه، التتبيله. حلو قوي. بطاطس يعني تسلم ايدك يا عم الشيف. انا سندوتش الشاورما لو ما فيهوش بطاطس ما باكلوش، خلي بالك. كده البطاطس في النار، الشاورما بتاعتنا بتتحمر. عينيا الشاورما بتتحمر، شوف اخبارها ايه اهي. طبعا نعمل ايه بقى بعد التقليبه الحلوه دي كده يا عم الشيف؟ ندخلها الفرن زي ما هي كده عشان تاخد الايه، التحميره بتاعت الشاورما. ده الطبيعي. زي ما هي كده، يلا سخنه، خلي بالك يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي 180، نرفع الشبكه فوق، اخر خطوه في الفرن اهي. مطلوب من الفرن هنا يديني اللون بتاعها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. بص على الشاورما اهي، اوبا
ونسيبها في الفرن. اهي بص على الشاورما، ايه الحلاوة دي؟ ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لأولادنا وأحبابنا ومستقبلنا، عايزين نعمل لهم سندوتش شاورما بتفاصيله الصغيرة. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التأكيد الشاورما في قلب الفرن، نبص عليها تاني كده، معلش وحشتني. انا مستقبلي بين ايديك يا شاورما. سيبها تتحمص تاخد وش من فوق، خلي بالك. وانا عايز شويه البهريز، ركزي بقى في التفاصيل دي بقى. شويه البهريز بتوع الشاورما دولت اللي انا هغرق واسقس سندوتش الشاورما واحمره عشان ياكلوا احلى من بتاع بره. تاني يبقى بدايه في نوعيه الفراخ اللي قطعناها شاورما، المرينيه اللي تبلنا فيه، الاساسه بتاعه السندوتش بعد ما نلفه بوجود البطاطس وفي النار والخيار. تعال نشوف ازاي نلف بقى. انا سايب الشاورما للاخر علشان عايز اتكيف منها بصراحه، وكل سندوتش شاورما حكايه. شفت انا مقطع بطاطس وجايب خيار مخلل وطماطم ومايونيز والعيش والطاسه اللي هحمر فيها، ونشوف نعمل ازاي سندوتشات شاورما مع بعض لغايه لما مخرجنا ينزل الستاره. انا هتدنا الف شاورما لغايه لما تقول لك وقتك خلص. بس لو ما اديتنيش وقت الف خمس ست رغيفه هحرمك منها. العيش الصاج عندنا، وعندنا الطاسه على الجريله بتسخن، وعندي الجوس بتاع الشاورما او البهريز او البيون او اللي هو الاساسه بتاعتها دي، مهمه جدا على فكره. الطبق بتاع الشاورما يعمل لك ايه بقى؟ يلف اللقمه بعد ما يلفها. بص ازاي يا شفيق، بعد ما يلفها يحطها في الصينيه اللي فيها الدهون نازله، ويجي عاملها كده ويخبطها في السيخ. الحركه دي انت عشان تعملها تكلفك ملايين، لازم سيخ شاورما وقصه وحكايه. انا خليك تعملها في قلب البوتاجاز. ادي رغيف الشاورما، رغيف العيش اهو، حلو، شويه البطاطس. نعم حاضر يا فندم، بقول زود البطاطس. تعمل زي دي طماطم، شويه بقدونس، فراخ، وادي الشاورما يا ويلي. شفت الجو ده كده؟ ازود انا، حاضر يا فندم، لسه ما خلصتش. عندنا المايونيز او التوميه. التوميه ايه الفرق بين التوميه والمايونيز؟ التوميه مايونيز مخلوط بتوم ناعم، بعض المطاعم الله يسامحهم يحط عليه توم باودر، تعمل المهلبيه الكدابه حليب ونشا ويقول لك دي توميه، الله يسامحها. ملناش دعوه. حلوه اهو الطاسه بتاعتنا، اخبارها ايه؟ فله، شمعه منوره اهي، شويه البهريز الحلوين. بسم الله الرحمن الرحيم، ينزلوا هنا كده في قلب الطاسه، وناخد الرغيف بتاعنا ده كده. شفت الجو ده؟ يلا يا عم الشيف، واحد تاني مع بعض. سندوتشات شاورما نقوم نعمل حركه حلوه بقى، ممكن تقع فيها تعمل لك مشكله. ناخد نص الرغيف ده كده او اللقمه دي كده، وبنعمل ايه يا عم الشيف؟ ونحطها هنا كده. الله عليك، بندي عزم للسندوتش، بنسنده بحته لقمه، خيار مخلل، طماطم، المرة دي هحط المايونيز أو التومية، ناخد الشاورما. الله ألف أنا وشافها. نعم طبعا احنا على الشاشة، يقول لي بفتح السندوتش الشاورما بلاقيش فيه كمية الفراخ ديت. أنا مش ببيع هنا، أنا يعني بعمل رسالة بوصلها لكل أم بتتابعني دلوقتي. حط ده هنا، حط لك تقال عليه. ايه التقال ده يا عم الشيف؟ يعني بيبقى فيه حاجات استانلس كده جايبينها، انا برضو مش هحرمك من الحاجه دي، واعمل لك الحركه دي كده. بص 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 بصي، الله عليك يا عم الشيف، بص بص بصي. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. لازم تفكري. ميه تقاله بس خلاص، حلو كده، واحنا واقفين مع بعض بالسلامه. نعمل كمان واحد، معانا واحد كمان.
الله يخليكي تعملي اللي نفسك فيه وتقفي في المطبخ. انت عشان تشتري التقال اللي بيستوحوا خش على الشاورما ده، انزل اشتري من وسط البلد، والله العظيم عامل 600 جنيه، مش عارف ايه حته استلس كده، لا ايد 600 جنيه. ايه يا بولا ازاز فيها شويه ميه؟ نعم ست الكل. حاضر يا فندم. حلو الكلام؟ طيب اه زي الفل. ادي اخر واحد. العيش كده. تمام. وادي المايونيز في البدايه. وادي البطاطس. وادي الشاورما، السندوتش الصغير ده بتاعي. اخر واحد عشان وقتنا خلص، الناس دي هتضربني في الاخر. ما ادريش فرصتي انا اعمل ايه، انا عايز 10 ساعات اقف اطبخ. معانا خيار، معانا طماطم. لا اديك حته بقى، اديك حته بقى، تدعي لي تدعي لي بجد. الشغل السوري بقى، الشغل السوري يعمل لك ايه بقى لما يحب يجود؟ شفت الحلو ده؟ هو ده. على ايه بقى يا شيف؟ حته فجلايه خضراء، الفجل الاحمر ده. ده نعناع. بس في قلب السندوتش تلاقي السندوتش كده فيه يعني مكانه تانيه وطعم تاني. اهو اهو اهو، ويتلف كده وياخد البهريز ده كده كده ويتحط هنا. الله. شفت دي؟ دي التغميسه بتاعته هنا. يلا زي الفل، نشيل دي من هنا، خلصنا خلاص. حلقتنا كده زي الفل، روق الدنيا عشان نشوف الشاورما هنغرفها ازاي مع بعض. تقدمها معانا شوية بطاطس حلوين، الأولاد يحبوا البطاطس مع الشاورما، شوية البخير المخلي اللي جنبيها، ممكن تحط شوية مايونيز للي عايز يزود. ألف هنا وشفا، دي التقديمة برضو. بعض المطاعم بتعمل كده. شوية البقدونس الحلوين، ونشيل كل ده من هنا عشان نعمل طبق حلو مخرجنا يعرف يصوره. أخبار الشاورما إيه؟ أهي يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لف محلات مصر بقى دور عليه ده. أدي واحد، وأدي التاني، وادي التالت. خليه يتحمر شويه، يتحمر شويه ده كفايه علينا. حلقتنا النهارده طريقه بسيطه وسهله، قدرت اعمل سندوتشات شاورما الاولاد بيحبوا ياكلوها من ايدك، انت عملتها لهم في البيت بالتكنيك الحلو ده كده، مع البطاطس ومع الخيار. تفاصيل سلطه الخضار بالمايونيز لطيفه وجميله كمان اللي الاولاد يحبوها. واللي عجبني قوي الايس كريم الكيو اللطيف اللي انا مش بحبه، بس احب دايما اكله مع فروت سلطة او مع ايس كريم. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.